السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء. هذا الفيديو حبيت أن أقدم لكم إياه في آخر فصل الصيف حتى تعرفوا إيش محتوى هذا الفيديو. لا تنسونا من المشاهدة لآخر الفيديو وما تنسونا من الدعم. كونوا معنا للنهاية. بعد البحث المطول عن النباتات والأمراض، هل النباتات إنها بتنقل لنا الأمراض وكيف بصير عنا عملية هاي الانتقال؟ زي ما أنتم لاحظين إحنا في زمن الكورونا، وهل إذا شخص مصاب بالكورونا ولمس هاي النباتات، النباتات هل بتقوم بنقل هاي الأمراض؟ كشف علماء أن النباتات سبحان الله تقوم بعملية مشابهة للعطس اللي بيقوم به الإنسان، متمثل في خروج الهواء بصفة لا إرادية ومفاجئة من الأنف والفم للتخلص من المادة اللي بتهيج الأنف. وأوضح الباحثون في مقال نشرته مجلة جورنال إنه بعض النباتات المريضة اللي بتواجد عندها صاحب شخص الكورونا تطلق قطرات ماء صغيرة محملة بالعوامل المسببة لهاي الأمراض، وإنها بتنقل النباتات المجاورة لها. وأثرت التجارب أن نباتات القمح المصابة أيضا بالعديد من الأمراض منها الفطريات ضد أوراق القمح، مرض فطري يصيب بعض المحاصيل الزراعية من الفصيلة النجيلية. تدمج قطرات الندى ثم بتقوم بقذفها بعيدا عن أوراقها وبتحمل معها الجراثيم الفطرية. يمكن أيضا إنها بتنتشر مرض صدى أوراق القمح المدمرة عندما ترسل نباتات القمح المريضة قطرات الندى المتطايرة، فتسبب بعد ذلك بإصابة نباتات القمح الأخرى. كما يمكن أن يحدث هذا التأثير القاذف لقطرات الماء الذي أطلق عليه عطاس النباتات في النباتات السليمة أيضا نتيجة للسوائل. فعندما تتحدد قطرتان مائيتان فإن التوتر السطحي يتحرر ويتحول إلى طاقة حرارية قادرة على قذف السائل بعيدا. وأيضا حدد فريق بحثي يضم علماء من عدة جامعات مواقع محددة داخل كروموسومات النباتات قادر على نقل المناعة إلى الأجيال التالية، مما يعني التوصل لطرق جديدة لنقل النباتات من الأمراض. وتوصل باحثون إلى أن توزع أنواع الغابات في أرجاء العالم يعتمد على أنواع العلاقات تحت الأرضية التي نشأت بين النباتات والميكروبات اللي بتعيش في التربة بهدف تعزيز امتصاصها للعناصر الغذائية. سبحان الله، بعد العديد من القراءة الكتب والعديد من دراسة النباتات عن طريق الإنترنت وعن طريق الهاتف والكتب، فقد توصل بأن النباتات تقوم بنقل الأمراض منها المعدية ومنها الغير معدية عن طريق قطرات الندى التي تتشكل وتخرج عن طريق الأوراق بقذفها بعيدا إلى البشر أو إلى النباتات السليمة المجاورة. أي استنتجنا أنه النباتات بتقوم بنقل الكورونا وبتقوم بنقل العديد من الأمراض مثل الرشح وغيرها من الأمراض المصاحبة للإنسان والحيوانات. بالإضافة إلى أن فوائد النباتات في الحصول على الأكسجين بكمية كبيرة جدا، والابتعاد عن الحصول على ثاني أكسيد الكربون في الليل، أي أن النباتات تنتج الأكسجين في النهار. ولكن إذا اقترب منها شخص مريض فإنها تقوم بنقل العدوى إلى الأشخاص وإلى النباتات المجاورة. هذا كان عندنا فيديو لليوم،
من خلال البحث اللي أنا قمت فيه عن طريق الإنترنت وعن طريق الهاتف، هل النباتات بتقوم بنقل الكورونا؟ فطلع عنا مظبوط، بتقوم النباتات بنقل الكورونا إلى الإنسان إذا صاحبها شخص مريض وحامل الفيروس. عافانا وعافاكم الله. وهذا كان عنا فيديو لليوم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء. إلى اللقاء في فيديو قادم.